جائزة أفضل حارس في القرن 21 من الاتحاد الأفريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. عصام الحضري ينافس 3 أساطير على لقب حارس القرن 21. وقع اسم عصام الحضري أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق بين 3 أساطير في مركز حراسة المرمى للمنافسة على حارس القرن 21. وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أن عصام الحضري تم وضع اسمه بين فريق القرن 21 وينافس 3 أساطير، وهما كارلوس كاميني حارس السنغال، فينسنت إنياما حارس منتخب نيجيريا، رئيس بولحي حارس الجزائر. وفاز الحضري بالعديد من البطولات في مسيرته الكروية. بصراحة منافسة شديدة جدا بين الرباعي عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق وإنياما حارس منتخب نيجيريا ورئيس بولحي حارس الجزائر وطبعا كارلوس كاميني حارس السنغال. نتمنى التوفيق إن شاء الله إما لعصام الحضري حارسنا المصري العربي أو رئيس بولحي حارس الجزائر أيضا العربي. ياريت تتوقعوا في التعليقات وتقولوا لنا رأيكم مين يستحق لقب أفضل أو أسطورة القرن 21، أفضل حارس في القرن 21. اكتبوا لنا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.